أكد عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة فرات التميمي أن رئيس الوزراء المقبل لابد أن يتمتع بالاستقلالية والقبول والتوافق الوطني، وأن يكون شخصية لها القدرة على النهوض بأعباء مرحلة في غاية الصعوبة. وشدد التميمي على أن من بين المواصفات أن يحظى بقبول المتظاهرين وعدم اعتراض المرجعية الدينية خلال هذه الفترة، لأن المرحلة تتطلب شخصية قوية شجاعة، مبينا أن الأهم أن يجري التوافق عليه وفق هذه المواصفات بسرعة لكي يتولى رئيس الجمهورية تكليفه.